بين من يؤكد وجود حياة خارج كوكب الأرض ومن يعتبر الأمر ضرباً من الخيال، تأتي قصة اختفاء قبيلة الإنويت المرعبة لتحاكي نظرية وجود الفضائيين وإمكانية تشكيلهم خطراً على حياتنا. الحكاية بدأت في ليلة باردة من يناير كانون الثاني عام 30 بالقرب من بحيرة أنجيكوني المتجمدة في شمال غرب كندا التي استعمرتها القبيلة منذ عقود وكانت مقصداً للصيادين وتجار الفرو. وفي هذه الليلة وصل صياد الفرو الكندي جوليبل إلى القرية، لكنه صدم لعدم وجود أي أثر للناس، بل أكواخ مهجورة تماماً تركت مليئة بالطعام والممتلكات الشخصية وسط غياب تام لعلامات المقاومة أو صراع محتمل قد يفسر اختفاء القبيلة. عاش الصياد لحظات من الرعب قبل أن يتجه إلى أقرب مركز تلغراف ويبعث برسالة لشرطة المنطقة التي توجهت إلى القرية المعزولة تقريباً. وفي تقرير الشرطة يؤكد العناصر أنهم رصدوا أضواء في السماء لا تشبه تلك المعروفة في المنطقة، وفي مسيرة البحث كانت المفاجأة. وجدت الشرطة على بعد أمطار من القرية كلاب الهاسكي ميتة بسبب الجوع، ما سبب دهشة، فهذه الكلاب أساسية لشعب الأسكيمو. والملفت أكثر أن مقابر القبيلة خالية تماماً من الجثث. لم يستطع فريق الشرطة فهم ما حدث، فإذا كان الموضوع يتعلق بإخلاء القرية وهجرها تماماً، فكيف ترك هذا القوم ممتلكاته وأبسط مقومات العيش في تلك الظروف الجوية الصعبة؟ تحقيقات كثيرة أعقبت الحادثة، وأصر البعض على أن هذه القبيلة تم اختطافها من الفضائيين، إلا أن المشككين رفضوا هذه النظرية رفضاً قاطعاً على اعتبار أن لا دليل يؤكد ذلك وأن الأضواء قد تكون أقماراً صناعية. التحقيقات في هذه القضية لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، ولا إجابة أو دليل عن سبب اختفاء قبيلة الإنويت ومكانها.